السلام عليكم. الله يزينها ان ولكم جميع خلقه ونكف الشر ومن هو يدعي للشر الله يجعلها بين عينه والحق بص نفوذ الدوله في كل مناطق الجمهوريه العربيه اليمنيه هذا ما نطلبه سواء علينا وعلى غيرنا على كل حال صلى الله عليه وسلم انا ابغى اشوف الشيبان أحب اللجنة الرئاسية المكلفة برئاسة محافظة الجمعة ما هي النقاط الأساسية التي تسعوا للصوت فيها بين الطرفين؟ نظرا للظروف اللي حدثت في محافظة الجوف والتي أدلت بظلالها عليها الظروف الأمنية في المحافظة الصاعدة تم تشكيل لجنة رئاسية من قبل رئيس الجمهورية برئاسة النواب الركن عوض محمد بن فريد العولقي مساعد وزير الدفاع وعضوية محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وعضوية كل من بقية الأعضاء الذي تم تعيينهم في حدود 11 عضو عشر أعضاء آخرين للنزول إلى محافظة الجوف لمعالجة الأوضاع الأمنية بالمحافظة وتضمنت توجيهات الرئيس ثلاث بنود رئيسية البند الأول وهو إنهاء توقيف إطلاق النار وإنهاء النزاع البند الثاني فتح الطرقات الرئيسية وتأمينها البند الثالث رفع النقاط